وياكم، انه نحن وياكم رح ندعم العهد، عهد الرئيس العماد ميشيل عون. نحن اليوم بعهد العماد ميشيل عون ما بقى في خوف ولا ترهيب ولا ترغيب، ما تخافوا من حدا ولا تردوا احدا ولا تمدوا ايدكم لحدا، كونوا احرار وانتخبوا ضميركم بست ايام. وزاراتنا مش وزارات زفت، وزاراتنا وزارات مخططات ودراسات ومشاريع. نحن بحركة 3000 حركة إصلاحية بامتياز، والإصلاح بالنسبة لنا ما بيكون بالتنظيف ولا برفع الشعارات الموسمية، الإصلاح ممارسة ونحن عم نقدم هالممارسة بالكلمة وبالفعل. ما في حدا يقول أنه ضد الفساد، ولما بيستلم وزارات بيهدر المال العام لمحسوبيات وزبائنية وتكاكين انتخابية تما نقول تكاكين زفتية. نعم نحن مصرين ندعم عهد الرئيس العماد ميشيل عون لألف سبب وسبب. من أول يلي رفض الهيمنة والتسلط بلبنان مش قليل عليه، لبل واجب عليه يواجه التسلط والهيمنة بصغرتها ويكسرها ولح نكسرها. عشتوا عشت صغرتها الزاوية وعشت لبنان.